السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، الحوثي يلمح للرد من 5 دول على عدوان الحديدة. وإلى التفاصيل. كشف محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء اليوم الاثنين جزءا من ترتيبات الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير على الحديدة. وكتب العوذي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عبارة من 5 واحدات ذيلها بهاشتاغ محور الأقصى، وهي ما عدت من قبل خبراء بمثابة تلميح لطبيعة الرد اليمني القادم على الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب هؤلاء فإن 5 واحدات تشير إلى دول محور المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وتوقيس التغريدة يؤكد بأن الرد لن يأتي فقط من اليمن بل من كافة عواصم المقاومة الإسلامية. ومن شأن هذه التغريدة تعميق أزمة المخاوف لدى الإسرائيليين والأمريكيين ممن باتوا يتوقعون هجوما يمنيا أوسع من الهجوم الإيراني. وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد أعلن دخول المرحلة 5 من التصعيد ضد العدوان الإسرائيلي عقب العدوان على الحديدة. وكانت المرحلة 4 من التصعيد اليمني أصعب فترة مر بها الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه الأمريكيين والغربيين، حيث شهد 2 يونيو و 3 يوليو ضربات غير متوقعة، منها إغراق مزيد من السفن وتوسيع مسرح العمليات إلى المتوسط وصولا إلى ضرب عمق عاصمة الاحتلال بتل أبيب. ويتوقع أن تدخل القوات اليمنية أسلحة جديدة ومتطورة في المرحلة الجديدة التي حددت تل أبيب كمسرح لها. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.